واجتهد في أن تكون لطيفة اللفظ. ومما يعينك على ذلك صحبة صالحة نظيفة ألسنتهم، عذبة مناطقهم، هادئة نفوسهم، لأن البيئة تؤثر. هؤلاء الأطفال الذين يسبون الدين، وتسمع ذلك في الشوارع من أطفال صغار يسبون الدين، يسب بعضهم الدين لبعض، من أين أتى بهذا؟ أولد به؟ أفطر عليه؟ سمع فحاكاه؟ والمنطق واللسان يحاكي الأذن، واللغة بنت المحاكاة، فهذا أمر معروف.